تبتديها الدبلة يا مسلم، تلاقي الدبلة كده عادي خالص كده عشان ترند. انت طالع يا مسلم. السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة مخ وعضلات. في خبر مهم جدا حابب ان انا اتكلم فيه، وهو موضوع طلاق جبس مصر من ام سليم، وهل الموضوع ده حقيقي ولا اشتغال علشان دخول الترند، وموضوع البنت اللي هي دخلت في وسطيهم وعملت مشكلة بينهم، هل برضو الموضوع ده حقيقي ولا في اشتغاله. فانا قررت ان انا اعمل الفيديو ده علشان اوضح لكم حقيقه الموقف كله، وطبعا ده عن طريق تحليل الشخصيه. لو انت ما تعرفنيش، انا اسمي هادي جنيدي، انا محلل او مدرب في علم الفراسه، وعلم الفراسه ده باختصار شديد هو تحليل شخصيه البني ادم بناء على سمات وشه. لو مهتم تسمع الفيديو استاذنك لايكاتك المتينه، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس، وما تنساش طبعا تصلي على النبي، ويلا بينا. تبتديها الدبلة يا مسلم، تلاقي الدبلة كده عادي خالص كده عشان ترند. انت طالع يا مسلم، روحي بقى انت بقى غوروا كلكم. مش حضرتك برضو اللي كنت عايز تدخلني في الحوار الفيك اللي انت عايز تعمله عشان تركب الترند، عشان تعمل بروباجندا علشان الريتش عندك، عشان بقالك شويه موقف وعايز تعمل حوار لازم يشد الناس عشان تعمل باك قوي. مبدئيا كده قبل ما نبدا الفيديو، العنوان هتلاقي فيه كلمه فضيحه، وبصراحة أنا من امبارح لغاية النهاردة بحاول أدور على عنوان أغير فيه المصطلح ده، بس للأسف أنا ما لقيتش. ولكن الحمد لله اللي خلاني أقرر أعمل الفيديو إن الكلام اللي أنا هتكلم فيه أو الحاجات اللي أنا هقولها هي فيها مدافعة شوية وفيها توضيح بعض الحقائق. النقطة التانية إن الكلام اللي أنا هقوله موجود على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب، وهم نفسهم اتكلموا فيه، علشان أوعى يا صديقي إن أنت تخوض في أعراض الناس بهدف مشاهدات ولايكات والكلام ده. لكن الموضوع اللي حصل هنا اللي انا بتكلم عليه، ان ام احمد او اللي هي زوجة جبس مصر طلعت في فيديو قدام الناس كلها وراحت قلعت الدبلة. بناء على كده جبس مصر طلع عمل فيديو وراح مطلقها قدام الناس كلها. طيب الكلام ده كله حصل ليه بالظبط؟ الاول قبل ما نعرف الكلام ده حصل ليه وازاي، مهم جدا ان انت تعرف الشخص ده شخص ناجح جدا على اليوتيوب، القناه بتاعته فيها تقريبا اكتر من 3 مليون مشترك. المحتوى بتاعه باختصار ان هو وزوجته بيعملوا فيديوهات مع بعض، فيديوهات مقالب فلوجات مع بعض، يعني اللي هو الجو ده. وعلى فكره هو عنده كذا قناه مش قناه واحده، لدرجه ان هم يعني من كتر حجم القنوات بتاعتهم عندهم حاجه اسمها مملكه جبس مصر، فبالتالي هم ليهم متابعين كتير جدا بيحبوهم. ايه اللي حصل باختصار؟ اللي حصل ان هو اختفى فترة كده عن اليوتيوب، بطل ان هو يعمل فيديوهات، ايا كان ايه السبب انا بصراحة معرفوش. طيب طبيعي انت لما بتسيب اليوتيوب فترة، لان الشغل بتاع اليوتيوب يعتبر قاسي جدا بصراحة، اليوتيوب بتبتدي او بتبتدي المشاهدات بتاعت الفيديوهات بتاعتك تقل شوية. طبعا يعني مش فيديو جايب مليون مشاهدة هتصحى تاني يوم تلاقيه بقي نص مليون مشاهدة، لا، بس الفكرة الزيادة اللي بتحصل كل يوم بتبتدي تقل شوية، فبالتالي لازم النوعية دي من القنوات لما يجي يرجع تاني لازم يرجع بقوة، يعني لازم يدخل الترند، خصوصا ان هو كان على طول في الترندات. فقرر ان هو يعمل اشتغاله، والكلام ده هو قاله بنفسه وبيقوله بنفسه على طول. وعلى فكره 99% من القنوات بتاعه اليوتيوب اللي بتعمل مقالب او اشتغالات الحاجات دي بيكون متفق عليها، لان ببساطه شديده انت لو اتعمل فيك مقلب سهل جدا ان انت تكلم اليوتيوب وتقول له انا ظاهر في الفيديو ده وعايز اقفله، فبالتالي انت تقدر تاخد اجر عالي جدا من صاحب القناه دي، خصوصا لو هو بيكسب فلوس. عشان كده لازم الكلام ده يحصل باتفاق، فدي معلومه لازم الناس كلها تبقى عارفاها يعني. والاثبات على المقالب اللي هي فيك دي او مزيفه، اهو جبس مصر نفسه طالع بيتكلم في حاجه زي كده. اوعوا فيكوا حد يقول لي ما يعرفش ان المقالب دي فيك، هقول له ده انت طفل. هو الفرق بقى كده ان انا كنت بعمل مقلب بس ما استخفش بعقل المشاهد، عشان كده الناس كانت بتحبني. طبعا انا مش محتاج كشخص محلل فراسه اقدر اعرف حاجه زي كده اذا كانت فيك ولا مش فيك من تحليل الشخصيه، بس انا بثبت لك حاجه زي كده عشان لو انت ما تعرفش ايه هو تحليل الشخصيه اللي انا بتكلم فيه ده. طيب ايه هو المقلب اللي هو قرر يعمله؟ قرر ان هو يطلق مراته في فيديو كحوار يعني كده ويتجوز واحده ثانيه. بغض النظر عن الكلام ده صح او غلط، هو ده اللي حصل. الاشتغاله فعلا اتعملت، او الفيديو يعني اللي هو بالمنظر ده اتعمل، وفعلا هو جاب واحدة تانية اللي شايفين صورتها على الشاشة دي. طبعا انا مش هينفع احللها علشان عيب، بس انت تقدر تعرف الصفة اللي موجودة عندها من الفيديو اللي موجود في الاي اللي فوق دي. المهم اللي حصل بناء على كلامهم ان هو ابتدى يتكلم مع البنت دي، هو اتعرف عليها بالصدفة على فكرة، يعني ما كانش الحوار في دماغه ان هيبقى في بنت فعلا هتظهر في الفيديوهات، ولكن ده اللي حصل، اتعرف على البنت دي واتكلم معاها. طبعا هو مشهور جدا فهي عارفاه، واتفق معاها ان هيعملوا فيديو مع بعض، او ان هي هتعمل فيديو وهيبتدوا يعملوا فيه الحوار ده
علشان يبقى متفبرك صح والناس تصدق الاشتغالة دي او المقلب ده يعني او الحوار ده. لكن المشكلة هنا بقى حصل ايه؟ البنت طبعا وافقت على حاجة زي كده على اساس ان هي هتتشهر، والدور بتاعها ان هي هتبقى عاملة ان هي خطفت رجالة يعني، وهي اللي خطفته من مراتها من مراته. وطبعا في الاتفاق في الاخر ان هم هيطلعوا للناس ويقولوا ان دي كانت اشتغالة في الاخر، فبالتالي هي مش هتبقى خسرت اي حاجة، بالعكس هتبقى طلعت كممثلة في قناة مشهورة، فبالتالي ده اكيد هيفرق معاها لو حابة ان هي تشتغل في حاجة زي كده بعد كده. المهم انها هتتشهر وخلاص. اللي حصل بقى ايه؟ اللي حصل ان البنت دي ابتدت تتكلم مع جبس مصر مكالمات تليفونية، وابتدت ان هي النوع ده من الناس بيبقى عنده القدرة، هنحللهم في الاخر، بس النوع ده من الناس بيبقى عنده القدرة ان هو يسحب الكلام من الراجل، او على الاقل خالص الراجل بيرتاح جدا للنوعية دي من البنات. وعلى فكرة برضو هنحلل شخصيته علشان نسبة الكلام ده. فالراجل ابتدى يتكلم على مراته بطريقة وحشة شوية، وده مش دليل انه ما بيحبهاش. طبيعي اي بني ادم متجوز سواء راجل او ست اكيد في سلبيات موجودة عند مراته او عند جوزها لو بنتكلم على الراجل او الست. فهو بسبب ان هو ارتاح لها في الكلام ابتدى يتكلم معاها ان بيحصل بيننا مشاكل 1 2 3 وهكذا. عملت ايه هي بقى؟ سجلت المكالمات او الشات اللي بينهم، وابتدت ان هي تهدده بحاجة زي كده. وعلى فكرة الكلام اللي انا بقوله ده بناء على كلام البنت اللي هي دي اللي هم جابوها دي. يا استاذة هيام، على طول كده دخلنا على الترند الجديد والخطة الجديدة اللي منك انت استاذ جبس واخوكي. طب انا عايز افهمك على حاجة، اللعبة دي مش هتخيل على الناس. الكلام ده حصل امتى بقى؟ بعد المحادثات دي ما حصلت بينهم، وخلاص جبس مصر قرر ان هم هيبتدوا يعملوا الفيديو اللي بينه هو والبنت دي. وهنا بقى الغدر بتاعها ظهر على كلام جبس مصر ان هي سحبته في الكلام، اهو زي ما انتوا شايفين في الفيديو اللي قدامكم ده. بس سحبتني وهنتجوز انا وانت ونظبط ونروق، وفي الاخر راحت مدياني خازوق. وايه فقلت لي هطلع اتكلم وهجيب فلوس من اليوتيوب، بتطلع يروح امك. اللي حصل ايه بالظبط؟ ان هي بدل ما كانت هتلعب دور ان هي الخطفت الرجاله والبنت الوحشه، لا قررت ان هي تلعب دور الضحيه، فده هيخليها تتشهر اكتر وتصعب على الناس. وهنا اللي حصل ان جبس مصر ابتدى يعمل فيديوهات على الستوري بتاعت القناه بتاعته، وابتدى يتكلم بقى كلام مش موزون. ابتدى مثلا يخبط في مراته، ابتدى يخبط في البنت اللي هي دي ده حقه طبعا. ابتدى يخبط حتى في المتابعين بتوعه، لان في ناس ابتدت تتعاطف مع البنت دي، فابتدى يقول زي ما انتم شايفين دلوقتي انت ما عملتنيش انا مجهودي عملت. هنا بقى طلعت ام سليم لما لقيت ان الحكايه جد، فطلعت عملت فيديو وقالت ان انت خطفتي جوزي والكلام اللي هو ده. هنا ردت البنت الثانيه وقالت لا انا ما خطفتوش، انت عارفه من الاول واحنا متفقين من الاول ان الكلام ده كله فيك. ولكن جبس مصر الكلام اللي قاله والرحرحه يعني اللي اتكلم معايا فيها والسلبيات اللي قاعد يقولها عليكي كمراته يعني، هو ده اللي خلى الكلام يختلف شويه. وبس ده باختصار المشكله اللي حصلت بينهم. طيب لو جينا هنحلل بقى شخصيه جبس مصر، ادي كنتوا شايفينه على الشاشه دلوقتي، الشخص ده اللي هو الوجه المستطيل. الوجه المستطيل انا كنت اتكلمت عليه قبل كده، هتلاقيه في الاي اللي فوق دي. ولكن النوعيه دي من الناس دايما بيكون شخص خجول، ثقته في نفسه بتبقى مكتسبه بالمواقف. يعني لو اشتغل في حاجه ونجح فيها جدا صعب جدا انه يبطل الحاجه دي، لان ثقته في اي حاجه تاني او اي مواقف تانيه بتبقى قليله شويه. وعلى فكره لما بينجح في حاجه بيبقى ناجح فيها جدا، ولكن النوعيه دي من الناس زي ما اتفقنا شخصيه خجوله، ثقتها مكتسبه بالمواقف، شخص بيجي على نفسه كتير جدا علشان يظهر قدام الناس بمثاليه، ما بيكدبش. يعني النوع الوجه بتاعه مش مستطيل ممكن يعمل مقالب فيك، لكن عمره ما هيطلع يقول ان ده مقلب. لكن الوجه المستطيل لا، الراجل دوت بسبب ان هو دايما بيجي على نفسه علشان يظهر قدام الناس مثالي، لانه بيبقى متوقع ان في ناس فاهمه اللي بيدور جواه، فبيحاول بقدر الامكان ما يضحكش على حد. يعني النوع ده كويس على فكره من الناس، والنوع ده دايما بيكون مخلص جدا. ولكن مشكله النوع ده من الناس لما الاخلاص بتاعه بيقابل بغدر من طرف تاني، هنا النوع ده من الناس بيتحول، خصوصا ان هو شخص عصبي لو بصيت على الخد بتاعه. طبعا الناس اللي معايا في القناة وبتسمع فراسة عارفة كويس الكلام اللي انا بقوله. فعشان كده هو عمل فيديو ابتدى يخبط فيه، هو مش دريان هو بيقول ايه. يعني انا كفاهم شخصيات او تحليل شخصيات عارف كويس جدا ان هو مش قصده الكلام اللي هو بيقوله ده. وبعد ما ينزل الفيديو ده بيومين بالكتير هيندم ان هو عمل حاجة زي كده. يعني انا متأكد ان هو هيعمل فيديو هيتأسف فيه للناس على اللي هو عمله ده.
كده، ومش بسبب ان هو عايز يجيب مشاهدات او كده، لا هو هي الشخصية دي كده، لما بيتنرفز بيغلط جدا وبعد كده بيعتذر. المهم اللي حصل بعد كل الحوار ده، البنت طلعت في فيديو بتتكلم فيه على مرات جيبس مصر. مع مرات جيبس مصر طلعت يعني اللي هو انت ليه زي ما اتفقنا خطفتي جوزي والكلام ده كله، فهي طلعت بتتكلم بقى ان حتى كل اللي بيحصل لغاية دلوقتي ده برضو حوار. طيب انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بس اللي انا عايز اقوله دي رسالة لاي حد في الدنيا، في حاجات ينفع ان الواحد يهزر فيها وفي حاجات ما ينفعش الواحد يهزر فيها. من ضمن الحاجات اللي في حديث على الرسول كان اتكلم عليها اللي هم هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق. ما ينفعش ان راجل يرمي اليمين على مراته كنوع من انواع الهزار، لان ده شرعا بيتحسب. يعني انت لو عملت الحركة دي 3 مرات انت ما ينفعش ان انت تتجوز مراتك تاني، الا لو اتجوزت واحد اللي هو جو المحلل اللي احنا بنشوفه في الافلام. وطبعا جو المحلل بالمنظر اللي احنا بنشوفه في الافلام ده شرعا حرام، لا هي لازم تتجوز واحد علشان هي بتحبه او شايفة ان هي هتكمل مستقبلها معاه وتعيش معاه، وبعد كده لا قدر الله ينفصلوا، في الحالة دي ينفع جوزها يرجع لها تاني اللي هي دي المرة الرابعة. وطبعا اكيد يعني محدش ممكن يفكر في حوار زي كده عشان يجيب شوية مشاهدات ولا لايكات ولا ايا كان مال الدنيا كلها، انت خسران مراتك، ده هو عنده طفل اللي هو اسمه مسلم وتقريبا هي حامل في 2 توأم. عشان كده مهما كان الطموح اللي عندك اللي انت بتسعاله وبتحاول تحققه، اوعى في يوم من الايام ان ينسيك دينك او ينسيك مبادئ مهمة في حياتك ممكن تأثر عليك او تأثر على اللي حواليك، لان اطفالك ملهمش ذنب في مشكلة زي دي لو لا قدر الله الوضع كمل على كده والمشكلة زادت. بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، رب يكون الفيديو عجبكم، سلام.